السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوفني فيه. كل سنة وانتوا طيبين. احنا دخلنا في شهر رمضان وهنبدأ نعمل مشروبات رمضان. المشروب اللي معنا النهاردة هنعمل فراولة بالموز ومعها قطع من الكيوي والحليب. مشروب جميل جدا ومفيد. يلا بينا نبدأ. بسم الله. معايا باكو من الفانيليا، معايا نص كيلو حليب، نص كيلو فراولة، دول حوالي 4 موزات ووحدتين كيوي، ومعايا 4 معالق سكر. اللي عايز يزود السكر ممكن يزوده، بس انا بعتمد ان الفاكهة فيها نسبة سكر. هناخد كل الكلام الجميل اللي معانا دون ونروح نحطه في الخلاط، بس احنا هنعمله بطريقة الكافيهات. الكافيهات ما بتحطش اللبن مع الفاكهة كلهم مرة واحدة، لا، بيحط السكر والحليب مع الفانيليا وبيضربوه الاول شوية، بيعمل نسبة فوم، بعد كده بحط عليه الفاكهة. هنشوف الطريقة دي مع بعض. انا نزلت هنا بالحليب ونزلت معايا بالاربع معالق سكر، ممكن نستبدله بعسل لو عايزين، وهنزل معايا بالفانيليا وهنضرب كل المكونات دي مع بعض. هتاخد معايا مدة دقيقتين بس في الضرب. انا هنا هسرع الصورة شوية وهوريكم نسبة الفوم اللي حصلت من الحليب. شايفين المنظر ده يا جماعة؟ كده واضح لكم، حصلت زي الرغوة كده في الحليب، في نسبة فوم حصلت، دي بتديني كثافة للعصير بتاعي. بعد كده هبتدي انزل بالطريقة المعتادة بتاعتنا. هنزل بالفاكهة بتاعتي، انا نزلت بالفراولة وهنزل بالموز والكيوي. وهضربهم مع بعض لمدة دقيقتين. شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا هنا حسيت ان الكثافة بتاعته تقيلة شوية، حسيت ان العصير تقيل، فانا هنا ممكن اخففه بشوية لبن او ممكن ازود شوية مية. انا اللبن كان عندي خلص فانا زودته بشوية مية صغيرين. لونه جميل جدا والقوام بتاعه جميل جدا. دايما في رمضان بنهتم بالمشروبات والسوائل بعد فترة الصيام الطويلة. اي كاس عندك او كوباية ممكن نحط فيها قطعة تلج ونصب بعد كده العصير بتاعنا، والف هنا وشيف عليكم. القوام بتاعه جميل جدا ولونه تحفة. شكله جميل جدا وطعمه كان روعة بصراحة، الكيوي كان مدينه طعم جميل جدا. كده احنا خلصنا العصير بتاعنا النهاردة، والف هنا وشفا عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ان شاء الله هعمل لكم مشروب تاني هيعجبكم جدا. وبكده انا خلصت وصفة النهاردة. لو الوصفة النهاردة عجبتك ما تنسنيش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل. متشكرين جدا لكم. السلام عليكم.